وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، قرأت في إحدى الكتب أن من يفعل المعصية وينوي عدم تركها أبدا أنه كافر، لأنه جعل المعصية قانونا يمشي عليه، وكفره من جنس كفر إبليس لأنه نوى عدم تنفيذ أمر ربه، فما صحة هذا الكلام؟ والله ما أعرف هذا القائل، ولا مر عليها الكلام هذا، ولا أعرف من قاله. نعم.